انا عسلامة سليمات. الو وي عسلامة استاذ، مرحبا بك، انت معنا على المباشر. مرحبا يا عيشك سليمات، فخر وشرف لنا انك تكون في اول حلقة معنا على المباشر في برنامج سون ليميت. مرحبا، كل بليزير يا عمر. يعيشك يا سليمان. اليوم كنا نحكيه مع زملائنا ايضا سي لطفي العمالي وسي باسل ترجمان على الشراكه التونسيه القطريه التركيه، لا تم تاجيلها، واللي انت كنت سيادتك من اول من تحدث عليها وحذر منها وحتى اتكلم بتصعيد، يعني اذا كان تم تمريرها الشراكه هذه، في اعتقادك الشراكه هذه اللي تم تاجيلها، تم تاجيلها في اطار مناوره سياسيه ام في اطار ماذا بالضبط؟ هي اولا ما تسمش شراكه، لانه قوام الشراكه هو التوازن في المصالح. الشراكه هي اذا كان ذات شراكه فهذا امر محمول، لانه وسائل اتفاقيه الحمايه نتاع 1981 مش الشراكه. فهمتني؟ احنا نرجو ما شايفناش هكاك الدولة بسوليوشن المحترف نتاع الاتفاقيه شنو فيها، هل هنالك توازن في المصالح بين الطرفين والا لا؟ نبقاو في ديكلوريس، معناها فما شروط تفاضليه كبيره وتسهيلات وامتيازات ممنوح. التأجيل نتاعها تأجيل حقيقة ساعة، احنا باش نحطوا الأمور في إطارها، فما ثلاثة جهات اللي هي مسؤولة عليها الاتفاقية هذه، باش نعرضوا حد. أول حد ساعة يوسف الشاهد، باعتبار هو اللي امر الاتفاقيه هذه. ثانيا يوسف الشاه هو اللي احال الاتفاقيه، حال البرلمان للمصادقة عليها، وانتم زوج يخدموا عند الشيخ. فهمتني؟ هذا الواقع وصحيح. التأجيل، طلب التأجيل هو نتيجة الخوف من الحملة اللي صارت، ومن توقع انه يصير احتجاج وحضور قدام مجلس النواب وغيره. هذاك علاش الحكومه بتفاهموا باش الحكومه تعمل مكتوب وتطلب تاجيل النظر في عرض الاتفاقيتين على مصادقه المجلس. يعني تحت الضغط. والدليل على ذلك انه الحكومه هي تلعب معناها دور الرقاص، سامحوني في الكلمه. انه الحكومه وقت اللي عدت الاتفاقيه ما عدتش مره مطلب في استعجال النظر، والمجلس مشى من الاجراءات نتاع استعجال النظر. يعني فما اتفاقات سريه قاعده تعقد ما بيناتهم ما تظهرش في الواقع، ولكن هكا هما عداوها الاتفاقيه. ما فماش علاش كونفينمون وبرلمان يخدم على بعد، ونورمالمون ان ايتات ديرجونس يخدم لنا في المسائل المتاخده، جاي توا اتفاقيه من عام 2017 حب عام 2020 يصادق عليها، ما فما حتى معنى خلاف. وانه كما قلت انا وكتبت قبل، اللي الناس هذيا اللي تتامر على مصالح البلاد استغلوا في ازمه كورونا لتمرير للقرارات نتاعهم، وهم معروفين الاخوان هذوما راهم ما يترعرعوا وما ينشؤوا ما ينشطوا الا في الفوضى. يعني هم استغلوا الظرف الراهن اللي تونس تمر به بجائحه كبيره اللي هي الكورونا من بهدف التمرير. في اعتقادك شكون اللي منع معناها انه يتمرر المشروع هذا؟ شكون اللي منع تمريره المشروع هذا؟ شكون كان السبب في تاجيله؟ شكون كان السبب في تاجيل القانون هذا؟ اولا اول حاجه معناها في الكرونولوجي، اول حاجه هو الدستور الحر وحزب والاستاذه عبير موسي، لان هي من داخل البرلمان كشفت لنا الموضوع هذا. ثم عديد الناس اللي تحركت في المنابر وفي شبكات التواصل، عملت فيديوهات ورفعت شعارات وعملت حملات نتاع تعب للنزول للبرلمان، وانا كنت واحد منهم. انت كنت من اللي وهذوما العباد هذوما المجهود هذا هو اللي خلى الناس هذو يراجعوا موقفهم. هي عباره كيما واحد جاي من شفره سرقه اتفقوا بيه نهرب بالسارق تاعو. يعني المثل في بلاستو، معناها كانهم سراق، معناها ناس تستغل في الظرف الصعيب هذا باش يمروا الاجنده نتاعهم وباش يمروا الاتفاقيات. هذوك هما تجار الحرب، الحرب ما هو فيها واحد موت وفيها ناس تربح فلوس. هذيك هي تجاره الحرب. واضح.
استاذ باهي نختموا بالسؤال هذايا، انت شنو رايك في التجربه الجديده هذه؟ اول تيفوي بيخرج من ولايه المنستير، اول تلفزه على الانترنت تخرج من ولايه المنستير بضيوف في حجمك انت وفي حجم الضيوف اللي خذيناهم اليوم، وبمستمعين تبارك الله يسمعوا فينا برشا ويتبعوا فينا على المباشر ويتفاعلوا معك ايضا ومع التصريحات اللي اعطيتها سي عماد. شنو قولك؟ هل لها مستقبل؟ والله انا هذه باش نقول لك شو، انا في رايي هذه فكره يلزمها تمشي بالبدا وان شاء الله تمشي بالبدا. علاش؟ لانه هذه في رايانا هي تسليم حقيقي لحريه التعبير. ولانه ما ينجم حتى حد يتحكم لك في الخط التحريري نتاعك. لانه اليوم اذا كان نحكيو على القطاع الاعلام العمومي، قطاع الاعلام العمومي مازال راهينا عند الحكومه عند السلطه القائمه. الاعلام الخاص على شنو يقوم؟ الاعلام الخاص يعيش من البوبليسيتي، يعيش من سبونسورين. اليوم كسوس واحد الوسائل الاعلام المرئيه والمسموعه راس هو اللي يتحكم غير مباشره في الخط التحريري. ولذا اليوم تشوفوا اذاعات بعينها ولا تنافس بعينها محرومه من سبونسورين. واذا كان تعطي سبونسورين حتى كان هم يحبوا يعملوا سبونسورين، وإذا تعبط عليهم الادارات تاع الدوله، يعبط عليهم الفيسك ويعبط عليهم السياسات. يعني بطريقه ما قاعدين معناها يتحكموا في الخط التحريري. انت كي تعمل التجربه هذه بعيد على كل الشبهات، اجتماعوا في البالي حتى دخلوك للاستوديو في اللايف. بالضبط. معناها مول البيتين دخلك بيت. بالضبط. يشق عليك شقان مول البيتين ده ياخذ لونتين ويتكلم. فهمتني؟ هذا تو ما يصيرش. صحيح، واضح واضح. سي عماد شكرا لك على قبولك الدعوه اليوم، كما قلت لك شرف لنا انك تكون حاضر معنا. ان شاء الله رمضان مبروك مره اخرى، وان شاء الله شرف. وانت بلغت ان شاء الله يعيشك. اذا كان معنا الاستاذ عماد بن حليمه من تونس. شكرا لضيوفي الكرام، وما زالوا ضيوف عنا في برنامج سوندي ميد.